الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 27 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر. منظمات دولية تحذر من انهيار المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد وقف التمويل الدولي للأونروا. الأمم المتحدة تعلن دمار 30% من غزة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل. وحرص المفوض الأوروبي خلال الاتصال على إحاطة الوزير شكري علما بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي التي عقدت بالأمس في بروكسل لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، وذلك في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة من عام 2021 لعام 2027، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي اقتصادي إضافي لمصر. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإزالة أي معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع. أكدت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرانفيلد أنها تعمل مع كل من مصر وقطر والشركاء الإقليميين الدوليين بشأن اقتراح قوي ومقنع حول الأزمة في قطاع غزة. وشددت المندوبة الأمريكية على ضرورة أن يضمن أي إجراء يتخذه مجلس الأمن زيادة الضغط على حماس لقبول مقترح وقف إطلاق النار في غزة. كما طالبت المندوبة الأمريكية إسرائيل بضمان دخول المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن بلادها تنتظر انتهاء الأمم المتحدة من إجراء تحقيقها بشأن بعض موظفي الأونروا المتهمين بالضلوع في أحداث 7 أكتوبر الماضي. يقوم وزير خارجية فرنسا بجولة إلى منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، حيث تشمل مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان. تهدف جولة الوزير الفرنسي للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، والحديث كذلك عن إعادة فتح أفق سياسي، وهي إحدى ركائز مبادرة السلام والأمن للجميع التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ المعروفة، وهي حل الدولتين. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وقد ارتكب الاحتلال 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و148 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي ليصل إلى 27,131 شهيدة، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66,287 مصابة. وأضافت الوزارة أن الآلاف من المواطنين لا زالوا في عتاد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح الفلسطينية. هذا وأوضح المتحدث باسم المكتب يانس لارك أن جنوب القطاع يشهد تكدسا لأكثر من نصف سكان القطاع والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، لافتا إلى خشيته من تبعات هذه الأوضاع المتردية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية واعتقلت 4 فلسطينيين. وأكدت مصادر فلسطينية أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى قوامها 10 مركبات للمدينة من جهة شارع نابلس، وذلك قبل توجهها نحو حي المراح بالمدينة ومداهمة عدد من المنازل في الحي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، من بينها وادي الفارعة جنوب طوباس، وحاصرت منزلا فيه وأطلقت القنابل الضوئية. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في مدينة أريحة، وسيرت مركباتها في شوارع وأزقة المخيم، فيما اقتحم جنود الاحتلال أحد المنازل، كما اقتحم الاحتلال مدينة نابلس، فيما أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبة أحد المواطنين على أطراف بلدة الساوية جنوبي نابلس، فضلا عن اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين من الضفة الغربية. جاءت تلك الخطوة عقب الإجراء الأمريكي بحق 4 رجال إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة. اضفرنا ان شاء الله غير نطلعهم من اراضينا غصب عنهم. احنا اصحاب هويه، اصحاب ارض، اصحاب وطن. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث. كما عبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في غزة من أوضاع لسوء التغذية تتجه نحو مجاعة إذا استمرت الظروف الحالية. وذكرت المنظمة العالمية أن التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهو التحليل الأكثر موثوقية بشأن الأمن الغذائي، يشير إلى أن أكثر من 500,000 شخص يواجهون ما يصفه الخبراء على أنه ظروف جوع كارثية. قالت مسؤولة التواصل والأعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر مي الصايغ إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تمثل سوى نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية التي تتصاعد يوما بعد يوم لسكان القطاع. أشارت الصايغ إلى وجود أكثر من 1,000,000 طفل فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفقر الدم وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها، وجددت المطالبة بضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني
وحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي في غزة، وتأمين مرور آمن ومستدام، فضلا عن توزيع المواد الغذائية على النازحين. أكدت مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب توقف المانحين الدوليين عن توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. أشارت الصحيفة إلى أن وكالة الإغاثة على وشك تعطيل جميع أنشطتها في نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب توقف التمويل الدولي على خلفية اتهامات لبعض موظفيها بالضلوع في أحداث 7 أكتوبر الماضي. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن تقديراتها تشير إلى أن 17,000 طفل في غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع. وأشارت المنظمة إلى اعتقادها بأن جميع الأطفال تقريبا في القطاع والبالغ عددهم أكثر من 1,000,000 طفل بحاجة إلى دعم نفسي، لافتة إلى أن الأطفال تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. كشف مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية يونوسات أن حوالي 69,147 مبنى تضرر في قطاع غزة منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 30% من إجمالي المباني في القطاع. جاء ذلك في تقرير أصدره المركز من مقره في جنيف بعدما أجرى تقييما شاملا للأضرار والدمار اللذين لحقا بالمبنى في قطاع غزة. وأفاد المركز بأن هذا التقييم استند إلى صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تم جمعها يومي 6 و7 يناير، ويرسم صورة صارخة لمدى الدمار الذي لحق بالقطاع المحاصر. يواجه قطاع غزة نقصا حادا في مخزون الوقود في غزة، كما اقترب مخزون الأكسجين في المستشفيات بالقطاع من النفاذ مرة أخرى إلى جانب شح شديد في الطعام. يأتي هذا في حين تواصل مصر جهودها في أبواب معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، فضلا عن تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. 4 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عدوان خلف وراءه آلاف الشهداء والمصابين، ليجعل ذاكرة العالم تسجل وتحفظ العديد من الصور المؤلمة في أذهان وقلوب الشعوب المتضامنة. وعلى رأس هذه الشعوب يأتي الشعب المصري الذي فتحت قيادته أبواب معبر رفح البري منذ اللحظة الأولى للعدوان لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، ليأتي الأطفال والرجال والنساء محملين بقصص ومشاهد لا تنسى وثقها هذا الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة الذي لم يفرق بين صغير وكبير، باحثين عن ما يداوي جراحهم وآملين في العودة مرة أخرى لأرض مستقلة وآمنة. أنا بشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعا من كل قلبي، وبشكر كل الطواقم اللي استقبلتنا سواء على المعبر من دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة وحتى وصولنا مستشفى بورسعيد الرماد وكل الطاقم الموجود فيها. بشكر كل جميع الطاقم المصري، كل طاقم المصري بشكره كتير السلام، وبشكر كل طاقم الأطباء وكل العريش وكل ما حملنا على رأسه، كل الشكر له، والله يعطيكم الصحة يا رب. أما هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين يتساءلون بأي ذنب قتلت براءتهم وأحلامهم في العيش سالمين آمنين، وجدوا من أرض مصر مساحة يضحكون فيها ولا يبكون، ليجدوا من أشقائهم كل الدعم النفسي والإنساني في محاولة لتخفيف أهوال ما رأوه جراء العدوان السافر على أراضيهم في قطاع غزة. كان بابا كان رايح الدكانة راح يجيب سكر، وانا رحت لحقته، وبعدين اخويا محمد قال لي ما تطلعش، رحت طلعت بعدين بابا عايز يتكلم مع اصحابه، صارت الضربه وبس. انا منطقه اسمها دير البلح،
كنت أنا عند أمي، عند ماما وبابا، وبلعب كنت. صار القصف لي، كنت جريت لي أجتني الشظية، وصحيت لقيت حالي في المستشفى بعد العملية ومتغرز وأخوي جنبي. دور كبير تقوم به مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين باستقبال المصابين والجرحى في المستشفيات المصرية، وتخصيص وحدات سكنية للمرافقين والعالقين، وتجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري الذي دخل من خلاله أكثر من 9,000 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية. وعلى الرغم من أن هذا لا يكفي بسبب الإجراءات الإسرائيلية على هذه الشاحنات، لكن لا زالت مصر تواصل جهودها حتى الوصول لوقف إطلاق نار كامل ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، وأن يكون هناك قرارات تشفي صدور قوم لم يذنبوا ولم يطلبوا شيئا أقصى من التمسك والعيش على أرضهم بعد عودتها لأصحابها. محمود جميل، التلفزيون المصري. أعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومته الدفاعية الصاروخية أروى نجحت في اعتراض صاروخ سطح أطلق على إسرائيل في منطقة البحر الأحمر. تطلق قوات الحوثي طائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 من نوفمبر، قائلة إن تلك الهجمات تأتي ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة. شن طيران الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 7 غارات على مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، ويأتي ذلك بعد إعلان قوات الحوثي استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر عن طريق صواريخ بحرية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق تمكن قواتها من التصدي لسلسلة هجمات تابعة لقوات الحوثي، حيث استخدمت فيها الصواريخ البالستية والمضادة للسفن، بالإضافة إلى مسيرات ومركبات بحرية غير مأهولة. شن الجيش الإسرائيلي عددا من الغارات والقصف المدفعي على عدة بلدات في جنوب لبنان. استهدف الجيش الإسرائيلي من ورائها تلة العويضة ومحيط تلة حمامس بعدد كبير من القذائف المدفعية الثقيلة، إلى جانب سقوط قذيفة دخانية بين المنازل في بلدة الخيام. ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه تلقى تقريرا عن أشخاص يموتون جوعا في السودان، وأضاف البرنامج الأممي أن عدد الجائعين تضاعف خلال العام الماضي مع حرمان المدنيين من المساعدات بسبب الحرب. ودعا البرنامج طرفي الصراع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الغذائية الإنسانية دون عوائق للمناطق المتضررة من الصراع. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق على أسلحة الجميع، بما في ذلك أسلحة حلف شمال الأطلنطي الناتو. أضاف الرئيس الروسي أن صادرات الأسلحة الروسية للخارج تقدر بمليارات الدولارات خلال العام الماضي، وأشار إلى وجود طلب كبير على منظومة الدفاع الجوي الروسية. أما فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، اتهم بوتين الدول الغربية بإطالة أمد الصراع والمواجهات المباشرة وغير المباشرة مع موسكو. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، وهي المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع التي تطلق فيه بيونغ يانغ مثل هذه الصواريخ. ووصفت كوريا الشمالية هذه الصواريخ بأنها صواريخ استراتيجية، في إشارة إلى أنها قد تكون ذات قدرة نووية. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز جديدة، حدث أصبح معتادا، إلا أنه ما زال يثير التوترات في منطقة شبه الجزيرة الكورية التي تعيش على صفيح ساخن منذ وقت طويل. ففي أحدث فصول القصة، حتى وإن كان مكررا،
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن الجيش رصد إطلاق عدد من صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي، ويعد الصاروخ جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخرا في وقت يحذر فيه محللون من أن هذه الصواريخ قد تجد طريقها للاستخدام في ساحة المعركة في أوكرانيا. وخلال الشهر الماضي أجرت بيونغ يانغ اختبارات لما أسمته نظام أسلحة نووية تحت الماء، إضافة إلى صاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وجيل جديد من صواريخ كروز الاستراتيجية. هذا ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، خلافا للصواريخ الباليستية التي تعتمد على تكنولوجيا صواريخ الفضاء. كما تعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية، مما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة. اختبار بيونغ يانغ للأسلحة يأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين الكوريتين تدهورا حادا ينذر بتطورات قد لا يحمد عقباها. مع استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن سعادتهم بمشاركة المواطنين بالآراء والمقترحات مكتوبة في كافة موضوعات ولجان الحوار الوطني، خاصة في الملف الاقتصادي. سيكون لهذا الملف أولوية المناقشات في الفترة القادمة، وذلك حتى 11 من فبراير من عام 2024 لعرضها ومناقشتها لبناء توافق وطني لتعزيز المساحات المشتركة بين الجميع. أشاد وفد من مكتبة الكونغرس الأمريكي بالقاهرة بجناح المجلس القومي للمرأة في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا ويواصل المعرض استقبال محبي الثقافة والقراءة من جميع أنحاء الجمهورية. وشهد مركز مصر للمعارض الدولية توافدا كثيفا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات، واصفا وقد اصطف الزوار في المعرض في طوابير ممتدة أمام البوابات وسط حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام. بحضور جماهيري كبير تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 والتي تأتي داعمة للهوية الثقافية المصرية. فعاليات تأتي تأكيدا على مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية والدور الذي قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ. احنا ثالث مشاركة لينا السنة دي، من طبعا من أفضل المعارض اللي بنكون متواجدين فيها، واحنا متخصصين كمركز تروس متخصص في التاريخ، فكر، سياسة، يعني متنوعة. اولا احنا المشاركة الخامسة لينا في معرض القاهرة للكتاب كدار جديدة الحمد لله رب العالمين. الاقبال الحمد لله كان هو في اول، يعني بعد تاني يوم كان الاقبال ضعيف شوية عشان الجو، لكن النهاردة الحمد لله حضرتك شايفة الاقبال حاجة مبهجة. هو فرصة كبيرة لتقديم فكرنا ومستوانا وادائنا في المعرض بإذن الله يعني. والمعرض السنة دي فيه إقبال شديد، كل سنة بيبقى فيه إقبال أزيد من السنة اللي قبلها، وده نجاح للمنظمين ونجاح للمعرض. وناس بتتجه من القراية دلوقتي بسن صغير دلوقتي، مش الكبار بس. إقبال هائل جدا وتنظيم بسم الله ما شاء الله، يعني إقبال حاجة تشرف إن عرسان الثقافة الناس بتطلع على الكتب والمعارف وتزيد من ثقافتها ومعارفها، يعني تزيد خبرة من سن 6 سنوات لحد 60 سنة، الناس كلها بتشير كتب. المعرض السنة دي عليه إقبال كبير جدا، أكبر من أي سنة فاتت. أظن إن في يوم من الأيام وصل 400,000، والنهاردة يوم الجمعة أتوقع إنه يوصل 500,000، وده حدث ما بيحدثش في اي مكان. جناح الاطفال يشهد اقبالا كبيرا من الزائرين لما يقدمه من فعاليات ثقافيه وفنيه كورش الحكي والرسم والتلوين، وذلك في اطار اهتمام تلك الدوره ببناء الطفل ثقافيا من خلال مجموعه من الفعاليات التي تقدم داخل القاعه المخصصه لنشاط الطفل. هيئه العامه للكتاب دايما بتفرق بين الكتب الخاصه بالاطفال
وبين الكتب الخاصة بالكبار. فالخيمة ديت السنة دي هي خاصة بالطفل زائد كتب الدراسية. فزي ما حضرتك شايفة كده ان ما بقوش اطفال، اطفال وكبار ابتدوا يبقى في جمهور كبير جدا للقراءة. والله حاجة مميزة يعني، ويعني المفروض ان هي بتساعد اولياء الامور على الجزء الخاص بالطفل، يعني ان هو مثلا بدل ما يجي ويدور مثلا في القاعات على الحاجة الخاصة بالطفل، هم عملوا الجناح او قاعة مخصصة للطفل. طبعا هي فيها حاجات كتير بقى، يعني حاجات تفاعلية، مونتسوري، اكاديمي، كل حاجة بتخص الطفل. فكرة قاعة للأطفال هي حاجة كويسة جدا، لان حتى لو انت خدتي بالك هتلاقي هي ازحم قاعة، لان كله بيبقى عايز طفله من الاول تأسسه مثلا على القراية، على التعليم، على الحاجات دي. فهي طبعا هي فكرة كويسة، هي بتسهل عليك لما تيجي المعرض مكان مخصص لطفلك. بص، احنا بقالنا كذا سنه ما بنجيش غير القسم الاطفال، فيعني بقيت خلاص عامله الابديت كله بتاع كل حاجه، ايه اللي جابوه، ايه اللي شالوه، ايه اللي حطوه، فيعني دي نعمه ربنا يديمها علينا قسم الاطفال ده. ويعد معرض القاهره الدولي للكتاب من ابرز الاحداث الثقافيه التي تجمع الادباء من مختلف انحاء العالم تحت سقف واحد، ويزوره ملايين من القراء الذين يقع اهتمامهم بالاطلاع على كل ما هو جديد. يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، فقد حدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، والتي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان. من هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العلمين الجديدة، والتي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة إلى تطوير المدن القائمة كمدينة مرسى مطروح والسلوم. جهود كبيرة تبذلها الدولة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وخاصة منطقة الساحل الشمالي الغربي، لما تتميز به من موقع فريد يؤهلها وبقوة لأن تحتل المكانة اللائقة على خريطة السياحة العالمية. وفي إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، حدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع، التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان، بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية، مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة. ومن هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العلمين، التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات لتنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم. وفي هذا الإطار تعكف الدولة حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة، لتكون ثانية المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط، بحيث يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات على الأكثر، كإحدى أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم. مخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي يأتي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة، وتسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة. مشروعات جديدة تؤكد عزم الدولة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، وإقامة مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي. We'll be right back.
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل الأعمال الجارية لترميم هرم منكورع. وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن الحفائر الأثرية حول هرم منكورع لم تكتمل منذ عام 1837 وحتى الآن، وذلك بسبب أحجار الجرانيت المتساقطة حوله. وأضاف وزيري أن إعادة تلك الأحجار إلى أماكنها ربما تكشف عن المراكب الجنائزية للملك وذلك وهي الموجودة أسفلها، وأن نتائج تلك الدراسة ستعرض على لجنة علمية دولية متخصصة لتحديد الموقف النهائي قبل البدء في تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو. التقى وزير التنمية المحلية هشام أمنة بعدد من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل، وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة للشركات الألمانية والبافارية في السوق المصري، والذي يعد سوقا واعدا يتوسط 3 قارات ويمتلك مقومات ذاتية كبيرة في ظل عدد السكان يبلغ 106 ملايين نسمة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. Thank you.
بأحوال الطقس مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى في هذه النشرة سوى التذكير بأهم وأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 27 ألفا منذ 7 أكتوبر. منظمات دولية تحذر من انهيار المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد وقف التمويل الدولي للأونروا. الأمم المتحدة تعلن دمار 30% من غزة بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيد. مساء الخير يا أميرة، مساء الخير يا مصطفى، ويعني أنا بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة، وأستأذنكم نبتدي برنامج. إليك. شكرا جزيلا.